مرحبا، أنا زياد. أنا طالب جامعة حاليا بسنتي الثالثة، واليوم بدي لكم عن هواياتي. أنا لما كنت صغير كانت صحتي كتير منيحة. بصراحة بعمر 15 قررت أتحدى حالي ونزل وزني، ونزلت حوالي 30 كيلو. وبعد سنة أو سنتين لما فتت على الجامعة، لما شفت إنه الجيم قريب علي وشفت الناس عم تروح وفي ناس عم تحسن جسمه، قلت لحالي خليني اروح. ولي تقريبا سنتين ونص عم روح على الجيم. بصراحة بحب كتير روح على الجيم، بضيع فيه وقتي لما بكون بدي ارتاح. وتخطيت المرحلة وصرت جيب اوزان اللي عندي على البيت، وبس ما يعني ما بستخدمهم قد ما بروح على الجيم، بروح على الجيم اكتر يعني. وغير هيك بحب السباحة. حتى لما كنت صغير كنت بصراحة أخاف كتير من المي، بس تحسن الموضوع الحمد لله، وصرت يعني أسبح تقريبا مرتين أو 3 مرات بالشهر لما أكون فاضي. وغير هيك بحب كمان كرة السلة. بالحقيقة حتى عندي كرة سلة بالبيت، وأنا ماني يعني محترف كرة سلة أبدا ولا حتى يعني قريب من هالشي، بس بحب ألعبه من فترة لفترة مع رفقاتي. بنروح على ملاعب قريبة لنا بالبيت وبنلعب كرة سلة. وبعيدا عن الرياضة، بحب بصراحة الخط العربي. يعني لما كنت أنا صغير تقريبا كان لهلا لي 7 أو 8 سنوات بتدرب، كنت خط عربي من عمر حوالي 12 سنة، وحاليا عمري 22. ولفترة بس بسيطة قطعت، بس كنت كتير منيح الحمد لله، وحتى فزت بعض الجوائز. وغير هيك بحب المطالعة يعني أحيانا من فترة لفترة، وفي عندي هذا الكتاب جبته من فترة قريبة، وهو بالإنجليزي اسمه The Character of Physical Law for Richard Feynman. هو بروفيسور أمريكي حاصل حتى على جائزة نوبل، وبيحكي هون عن Physical Law بطريقة كتير حلوة، عن القانون الفيزيائي. وهذا الشيء بصراحة يعني هذا تقريبا كل شيء أنا بحبه أعمله.